مع الصحافة بأن الجانب الأخلاقي والالتزام بالدين هو مهم في تجنب كأمر بها الإسلام، هو التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. فالتوكل الحقيقي مع الأخذ بالأسباب في استعمال الطريق هو أننا قبل أن نستعمل الطريق خصنا نراقبوا هذه وسائل التنقل، نراقبوا الفرامل، نراقبوا العجلات إلى غير ذلك. لا بد الله حفيظ ولدنا الله لكينا، ولكن أعقلها وتوكل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللي خصنا نعملوا. كذلك ولا تمشي في الأرض مراح، السكينة والطمأنينة والأناة هي من تعاليم الإسلام ومن صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على السلامة، يعني دائما الهدوء. كذلك ما نساوش واحد دعاء السفر معروف ونذكروه، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ذكر. حبذا لو ملي كنطلقوا نذكروا هذا الذكر، علاش؟ الذكر كتطمئن به القلوب. فؤاد بياز رئيس جمعية تقدم السلامة الطرقية. فاليوم كننظموا هذه المائدة المستديرة في إطار اليوم الوطني للسلامة الطرقية اللي كنعرفوه كيصادف 18 فبراير. هذا اليوم هذا اللي هو يوم ماشي من أجل تحسيس وتوعية، بل يوم من أجل حصيلة، من أجل أننا نقدموا مقترحات ونقدموا برامج اللي غنشتغلوا عليها إن شاء الله في هذه السنة المقبلة. لهذا يعني هذه المائدة المستديرة اللي هي تنظيم جمعية تقدم السلامة الطرقية جهة الدار البيضاء سطات، أيضا بمشاركة وبتنسيق مع مقاطعة الحي المحمدي ومع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، واللي كتعرف حضور الأمن الوطني، كتعرف حضور مدارس تعليم السياقة، المهنيين ديال النقل الطرقي، كنتكلموا على النقل الطرقي للمسافرين، النقل الطرقي للأشخاص، وأيضا سيارات الأسرة. فكاملين هادو عندهم يعني الرأي ديالهم حسب العمل ديالهم اليومي. فاليوم حاولنا اننا نجمعوا هاد الامور كامله، وان شاء الله هي اللي غادي نبلوروها في البرنامج المستقبلي ان شاء الله ديال الجمعيه. البرنامج اللي غنعتمدوا عليه باذن الله هو اننا ندخلوا الفئه ديال المهنيين في البرنامج ديال السلامه الطرقيه، نوليو ناطروا المهنيين، لان المهنيين كنعرفوا بان دائما كيشتغلوا ولكن ما كيكونش داك التحسيس والتوعيه. حنا كجمعيه غنخرطوا في هذه المساله. ايضا المؤسسات التعليميه، وكنعرفوا بان التلاميذ هما سائقين ديال المستقبل، فخصنا ناطروهم حتى هما. نشاركوا معنا الاسره التعليميه، ونحاولوا اننا نركزوا على المناطق النائيه، لان المناطق النائيه كنعرفوا الوليدات انهم كيهبطوا كيمشيو بيكالات ديالهم، كيمشيو في الشوارع في طرق اللي طويله بزاف، كيكونوا البوالور كيكون بزاف تما. فهذا هو البرنامج ان شاء الله اللي غنحاولوا نشتغلوا عليه. كنظن بان العنصر البشري، وكيف ما جاء على لسان المدير الجهوي للوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه، العنصر البشري كيلعب دور كبير، السائقين كيلعبوا دور كبير في هذه الحوادث هذو. ممكن ان نقولوا بان غياب التاطير بشكل صحيح، لان اليوم ما خصناش ناخذوا السلامه الطرقيه بشكل مناسباتي. فاليوم خاص جمعيات المجتمع المدني المتخصصه، ونسطر على المتخصصه في مجال يعني السلامه الطرقيه، هي اللي تشتغل. اليوم احنا في حاجه لجمعيات متخصصه، جمعيات فاعله في مجال السلامه الطرقيه، وما نبقاوش فقط يعني كنخدموها بطريقه ضيقه. فاليوم خصنا نفتحوا على جميع الفاعلين، والى الى الى سقنا بتربيتنا، باخلاقنا، بالوازع الديني، وبالثقافه المغربيه ديالنا، فغنفكروا بان هذا راه هو واحد الفضاء مشترك. الطريق راه ما ديالي ما ديالك، فهي ديال الجميع. تسامح، من صبر، من تعاون، من صدق، من امانه، عدم الغضب الى اخره. هذه التعاليم لو طبقناها لتجنبنا كثير من الاضرار والطريق. واذكر ايه كريمه، وهي قول الله سبحانه وتعالى: واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. الآية الكريمة خاصة تكون معنا في كل شيء. أو الخاطرة، هذه من المسائل التي تنقل داخل مؤسسات تعليم السياق، استيعاب التعرف على مكونات العربة وعلى خصوصياتها التقنية والميكانيكية لمواجهة التحديات والرهانات المطروحة، كيتوجب الاستمرار في توفير الدعم والشروط المادية. المدير الجهوي للوكالة الوطنية السلامة الطرقية بجهة الدار البيضاء سطات، 18 فبراير 2022، بمعية جمعية المجتمع المدني
للجمعيات المجتمع المدني كتشكل رافد من الروافد ديال التواصل وديال التحسيس في مجال السلامة الطرقية. العمل ديالها على مدار السنة كيكون عمل جبار، لأنه إلى جانب يعني تدخل ديال الفاعلين المؤسساتيين كيبقاو الجمعيات ديال المجتمع المدني رافد من الروافد المهمة لهذا العمل هذا التحسيسي والتواصلي. مدينة الدار البيضاء مدينة كبيرة، القطب الاقتصادي الأول في المملكة، تشهد حركة سير كثيرة مما يؤدي للأسف لحوادث كبيرة على مستوى في المجال الحضري، واللي الضحايا ديالو بالأساس هما الراجلين، الأطفال كيشكلوا واحد النسبة مهمة. عندنا عمل شاق على مستوى مدينة الدار البيضاء من خلالكم ومن خلال وسائل التواصل وسائل الاتصال، يعني كنحاولوا نوصلوا واحد الميساج للاقطاب الشعب المغربي الفئات ديالو من اجل اعطاء اولويه واهميه لهذا البعد ديال السلامه الطرقيه، لانه كيخلف ضحايا وكيخلف ماسي كثيره. هناك تدخل ديال الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه وديال جميع المتدخلين، ان على مستوى التجهيزات الاساسيه، ان على مستوى تكوين الاولي الابتدائي بالنسبه للاطفال، يعني بالنسبه للسائقين، بالنسبه للتجهيزات الاساسيه، تدخل ديال الجماعات المحليه، تدخل ديال وزاره التجهيز والنقل على مستوى خارج المدار الحضري، يعني كاين تدخلات تقنيه، تدخلات كثيره، ولكن كيخص دائما في اطار هذا المخطط الوطني يجب التنسيق ديال هذه الجهود من اجل تحقيق الاهداف المرسومه في هذا المخطط 2017-2026، واللي المبتغى ديالو اننا نوصلوا بحول الله 1900 قتيل في افق 2026. احنا ما عندناش الاحصائيات، أسوأ احصائيات، يعني مجهودات غير كافيه بالحساس، ولكن ما كيبقاوش على مستوى العالم العربي. فاحنا راه دائما المنحه راه منحه تنازلي، ولكن الاهداف المرسومه مازال ما وصلناهاش، يعني راه الخمس سنوات الاخيره فهو منحه تنازلي ديال الحوادث. راه كنا في 4000 حادثه تصير، نحن الان في 3100. شنو هذا البرنامج اللي كتبناه باش البرنامج؟ فهو برنامج مندمج لجميع المتدخلين، يعني كي راك المنظومه ديال التدبير ديال المؤسسه ديال السلامه الطرقيه فهي مندمجه على مستوى جميع المتدخلين. كاين اللجنه الوزاريه المشتركه للسلامه الطرقيه، كاين اللجنه الدائمه اللي كترأسها السيد وزير التجهيز والنقل، وكاين اللجنه الجهويه للسلامه الطرقيه اللي كتنزل هذه المخططات الاستراتيجيه للسلامه الطرقيه، اللي كما قلت لك كاين ابعاد فيها، الابعاد ديال الابعاد يعني ديال التشريعيه، يعني مدونه السير، يعني راه كلكم علمتوا بالاعتماد ديال مدونه السير 5205 في سنه 2010. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.